إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، كما أن الأبدان تمرض بأمراض شتى، فإن القلوب تمرض أيضا، لكن مع بالغ الأسف، قلما يتفطن الناس لأمراض القلوب كما يتفطنون لأمراض الأبدان. فأكثرنا يعرف أعراض أمراض الأبدان من ارتفاع الحرارة والصداع وفقدان الشهية إلى آخره، وهناك مختصون من أهل الطب في تخصصات شتى، لكن أين الذين يعرفون أعراض أمراض القلوب فيعرفون أدواء النفوس؟ أن يعرف الإنسان نفسه، أن يكون متيقظاً فيما يخص إيمانه، متى يضعف، متى يزيغ، متى يزيغ القلب شيئاً قليلاً فينزجر ويؤوب ويتوب إلى الله عز وجل، متى يحس أحدنا أنه أذنب ذنباً أو ينكر نفسه كما هو حال الصالحين المتقين الذين قال الله تعالى عنهم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول أهل التفسير: إن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. أيها المؤمنون، أخبرنا الله تعالى في صدر سورة البقرة عن صفات أهل الإيمان، وتحدث عن أهل الكفر، ثم تحدث مطولاً عن أهل النفاق. وهذه الفئة من الناس، من المنتمين ظاهراً إلى الإسلام، يتصفون بأحد أعظم أمراض القلوب وهو النفاق. قال الله تعالى عنهم: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أهل النفاق هم الذين يخالف ظاهرهم باطنهم، وهنالك نفاق أكبر أو اعتقادي، ونفاق أصغر أو عملي. أما النفاق الأكبر فهم الذين يتحدث الله عنهم في صدر سورة البقرة، وهم من أهم أوصافهم أنهم يظهرون الإسلام لكنهم يبطنون الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ولهم أوصاف كثيرة، يبطنون الكفر ويعادون المؤمنين ويوالون أعداء الدين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وغيرها من صفات. هؤلاء في الدرك الأسفل من النار، فهم أعظم كفرا من الكفار وأشد خطراً على الأمة، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأما النفاق الأصغر أو العمل، فهو من يتشبه ببعض خصائص أهل النفاق الأكبر، لكن معه إيمان، يؤمن بالله واليوم الآخر مع ضعف ومخالفة ظاهره لباطنه،
في أمور وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة فيه ففيه منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فإذا أعطي أمانة لم يراعها حق رعايتها حديثه كذب، إذا أعطى عهدا لم يفي بعهده، وإذا كان مخاصما أنكر ما عليه وادعى ما ليس له. وهذا لا يعني أنه يخرج من الإسلام، الذي يتصف بهذه الصفات أو بإحداهن لا يعني أنه ليس بمسلم، لكنه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال، وهذا في حق من لازم هذه الصفات وليس في من يقع فيها نادرا. النفاق مرض من أمراض القلوب، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن لكل مرض علاج ولكل داء دواء. ولذلك تأمل معي لما وصف الله تعالى أهل النفاق، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فأهل النفاق يكذبون الله ورسوله ويكذبون الوحي وكل شيء، لكن الله تعالى خص بالذكر أنهم يكذبون، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فخص الله تعالى بالذكر الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. وكثيرا ما يجمع الله تعالى الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، وتخصيصهما من بين أركان الإيمان الستة ليس عبثا، لأنهما أصلان عظيمان، متى استكمل كان الإيمان تاما، ومتى ضعف اقترب الإنسان من النفاق شيئا فشيئا. فالعصيان لله تبارك وتعالى لا يكون إلا لضعف في هذين الأصلين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فمن عظم الله تعالى حق قدره وكانت القيامة أمام عينيه، كانت الزلزلة والواقعة والقارعة حاضرة، لم يكن ليعصي الله تبارك وتعالى إلا اللمم، وهو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. فلا أحد في مأمن من النفاق، بل يروى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن. ولذلك كان يخافه الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم لأحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فالمؤمن يخاف على نفسه من أن يفتر إيمانه، وأن لا يكون ظاهره مثل باطنه، كما كان حال حنظلة وأبو بكر رضي الله عنهما. قال أحدهم: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، أي انشغلنا بهم فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر، أي حنظلة وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا وانشغلنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن حنظلة يا حنظلة، ساعة وساعة، وكررها 3 مرات. إذن لا يمكن للإنسان أيها الإخوة أن يكون ملكا، لكن هناك حدود يقف عندها، فلا يفرط في واجب، ويجتهد في النوافل، ويجتنب كبائر الإثم، فيكون ظاهره أقرب إلى باطنه، وذلك لا يكون إلا بتعظيم الله وتعليق الإيمان باليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يقينا شر نفوسنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. Dear brothers, diseases are not only health related. It can take many other forms, and one of them is the disease of the heart. The body gets sick and the heart gets sick as well. Many of us know the symptoms of different diseases, which are important. But who of us know the symptoms of the disease of the heart? Who amongst us feels when his faith weakens, when his heart begins to deviate, when he begins to distance himself from Allah subhanahu wa ta'ala? The believer is one who has a present and conscious heart. He knows his heart and soul, as Allah describes the pious believers when he said, إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Indeed, those who fear Allah, when an impulse touch them from shaitan, they remember him and at once they have insight. Allah subhanahu wa ta'ala has spoken to us about the disease of the heart many times in the Quran, and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as well. And one of the disease of the heart that has been mentioned many times in the Quran is hypocrisy. Hypocrisy consists of being someone in appearance, and in reality you are not. The appearance is contradictory to beliefs. The hypocrites that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, who were present at the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and who are still present amongst us, are the ones who say, we believe in Allah and the last day, but they are not believers, saying with their mouth what that was not in their hearts, and Allah is most knowing of what they conceal. Hypocrisy takes two forms: major hypocrisy, or the hypocrisy of belief. There are those who are amongst the Muslims, but in reality they do not believe. Some of their characteristics: they are happy when something bad happens to the Ummah. They attend prayer only showing off, etc. This type of hypocrite is more serious than just disbelief. They will be at the bottom of hell at the last day. Allah subhanahu wa ta'ala say, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Indeed, the hypocrites will be in the lowest depth of the fire, and never will you find for them a helper. The second type of hypocrisy is the minor or practical hypocrisy that are displayed in the behavior of some Muslims. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever has the following four characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following four characteristics will have one of characteristic of hypocrisy, unless and until he gives up. Whenever he is untrusted, he betrays. Whenever he speaks, he tells a lie. Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. Whenever he quarrels, he behaves in a very imprudent, evil, and insulting manner. Whoever has one of these characteristics consistently is in a very bad way that can lead him to the first category. Otherwise, he remains a Muslim, but with a weak faith and little sincerity. Hypocrisy, dear brothers, is a disease of the heart, and every disease has a cure. Allah subhanahu wa ta'ala, when he speaks to us about the hypocrites, is to warn us, to be warned against their plotting, but also to be warned to not follow their path. Allah subhanahu wa ta'ala has shown us the disease and has given us the remedy. When Allah speaks of the hypocrites, he says, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهُ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. And of the people are some who say, we believe in Allah in the last day, but they are not believers. If Allah subhanahu wa ta'ala specifies that they do not believe in Allah and the last day in particular, it is because this is the foundation of hypocrisy, and the opposite is the foundation of faith, sincerity and piety. Believing in Allah and the last day is something very important, and often Allah joins the two in many verses and the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is not for nothing. Glorifying Allah and being aware all the time of the last day is what sustains our piety and obedience. And so, if these two pillars are strong and solid,
we will not behave as hypocrites, except in very rare situation or intentionally, and quickly return to Allah subhanahu wa ta'ala and make tawbah. No one is safe from hypocrisy. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala says, only the hypocrite feels safe from hypocrisy, and only the believer fears hypocrisy. Some companions radiallahu anhum feared hypocrisy or being amongst the hypocrites. And this is in the sense, as Handala radiallahu anhu said, I met Abu Bakr radiallahu anhu. He said, how are you, O Handala? I said, Handala has become a hypocrite. He said, Subhanallah, what are you saying? I said, when we are in the company of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and he reminds us of hellfire and Jannah, we feel as if we are seeing them with our very eyes. And when we are away from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, we attend to our wives, our children, our business. Most of these things slip out of our minds. Abu Bakr radiallahu anhu said to him, by Allah, I also experience the same thing. So Abu Bakr radiallahu anhu and I went to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and I said to him, O Messenger of Allah, Handala has turned hypocrite. Thereupon Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said, what has happened to you? I said, O Messenger of Allah, when we are in your company and are reminded of hellfire and Jannah, we feel as if we are seeing them off with our own eyes. But when we go away from you and attend to our wives, children and business, much of these things go out of our minds. Thereupon Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, by him in whose hand is my life, if your state of mind remains the same as it is in my presence, and you are always busy in remembrance of Allah, the angels will shake hands with you in your bed, in your beds and in your wards. But Handala sa'a wa sa'a, and he repeated three times, everything at his own time. Time should be devoted to the worldly affairs, and time should be devoted to prayer. And so we are not perfect, and we cannot always be at the same level of piety, but there is a minimum to keep. We must be aware of our faith as we are conscious to the health of our bodies. And this is done by holding on to the obligations of Islam, trying to do good deeds and moving away from major sins. And if we fall into a sin, we quickly return to Allah subhanahu wa ta'ala. On the other hand, if we get a taste for sins, this is the way of the hypocrites, and our faith in Allah and the last day weakens. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the evil of ourselves, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us of the way of those whom He has bestowed His blessings. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.